تجولنا بنهر دجلة اللي يعتبر أهم مصدر للمياه بالنسبة لأغلب المحافظات العراقية، ولاحظنا كمية الملوثات الموجودة بهذا النهر وكثرة أنابيب مياه الصرف الصحي اللي تصب النهر من كل جانب، ومخلفات المستشفيات والمصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ملوثات أخرى يتسبب بيها الاستخدام البشري، وهنا نقصد النفايات والأغراض القديمة وغيرها من الأمور. وأخذنا عينات لمياه النهر، والأغرب أن نسبة الأملاح بمياه النهر مقاربة للنسب الموجودة بمياه الإسالة الواصلة للمنازل.